بالفعل كاثي ذكرتي موضوع مهم بأنه خلال الفترة الماضية وكان في زيارات من أصدقائي هم بالخارج وأجانب بشكل عام، كانوا يجوا يحكوا لي بدنا نشوف شارع الرينبو اللي بنسمع عنه، فعلا كنت أخذهم عليه. فنتمنى أنه ترجع هيك شوارعنا مزينة دائما بالمواطنين، ويكون هيك في نوع من التفاؤل دائما اللي عم نشوفه، دائما شوارعنا مزينة، الناس مبتسمة وعم تضحك، وبدنا نحاول نحافظ على هذا الموضوع في الوقت الحالي. كاثي، اليوم رح نتحدث عن وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام، أصبحت جزء لا يتجزأ من يومنا، بالإضافة بأنه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات ممكن وصل أفكارنا، ممكن وصل محتوى معين. اليوم معنا ثنائي هم بلوجرز مشهورين على وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا على سناب شات والانستغرام، عم نشوفكم معنا كايد الزهيري وسلام ابو شيخه، بنصبح عليكم مع بعض. صباح خير. صباح الفل. بتحبوا شارع الرينبو؟ اكيد بجنن طبعا. اهلا وسهلا فيكم. بدايه خلينا نتحدث عن نشاطكم على مواقع التواصل الاجتماعي. هلا بنشوف الناس كلها بتحب الشهرة، الناس كلها حابة توصل لكون عندها 100,000 و200 و300 ومليون، بعيدا عن الجانب المادي أنا ما بدي أتحدث عنه، ولكن أنا بدي أتحدث عن المحتوى. قديش مهم الواحد أنه يتميز على السوشيال ميديا بمحتوى حتى يجي ناس متابعين ويتابعوه، وتكون هاي الفئة من المتابعين متابعين حقيقيين. صح. هلأ بالنسبة للمحتوى كتير مهم أن الواحد يكون عنده محتوى هادف ومحتوى واضح للناس كلها. لما أنا وكايد فتنا على السوشيال ميديا فتنا بطريقة كتير لطيفة، مبين إحنا ليش داخلين، داخلين نعكس الصورة الصحيحة للأزواج الأردنيين بشكل كتير لطيف، وبشكل إنه يشجع الشباب اللي بأعمارنا إنه يفوت على الزواج بطريقة سلسة وبسيطة وما يكون خايف أبداً. وحبينا إنه نعطي دعم للناس بجميع الأشكال. وهلأ بالنسبة للمتابعين الحقيقيين أو المتابعين الموجودة على السوشيال ميديا، بيجوا من كتر ما بيشوفوا محتواك. كل ما حد شاف محتواك إنه ناجح وحلو وقادرين يتابعوه بيصير يدلوا على بعض، يبعتوا لبعض الصفحة، فوتوا شوفوا فلان، فوتوا شوفوا كذا، كيف عم بيحكي، كيف عم بيطلع بيعمل. ومن هذا المجال إحنا بلشنا نكبر من شهر 4، من يوم ما كانت كورونا إنه إحنا دخلنا بالسوشيال ميديا بكورونا. فهيك ومشت الأمور بلشنا. كايد، يعني دائما بيكون في خوف بأنه المحتوى رح تقبله الناس أو لا، وبشكل أو بآخر كنا نتحدث بأنه هناك مسؤولية كبيرة على الأشخاص اللي دائما بيبثوا محتوى، لأنه في فئات عمرية عم بتتابع هذا المحتوى. خبرني أكثر، كيف اشتغلتوا؟ هل كان في خطة معينة لمحتوى معين وعفوي بنفس الوقت؟ عشان نسمع أنه بيكون في فيك أحيانا، احنا بنحاول نبتعد على ارض الواقع نرجع. هلا فعليا هو كل شيء انتم شفتوه او اي حدا بيشوفه يعني حيلاقيه جدا عفوي، جدا جدا هي حياتنا الطبيعيه، هي الشيء اللي عايشينه، هي الشيء اللي حابين الناس تشوفه بصوره حلوه. في كتير شغلات ممكن تعكس شغلات سلبيه، بس احنا بنحاول نبعد عنها. يعني هاي كله تاريخ فعليا، كله تاريخ، كله موجود. حد حكينا بانه كله بتسيب وموجود، كله راح يتسيب بكره، اولادنا اولاد اولادنا وحنصير جداد وكله راح يرجع. مجرد ما يحط رقم راح يرجع لاول صوره نزلتها انت عن حالك. فهيك الواحد لازم يحط صوره كثير حلوه، محتوى مميز. بالضبط. نعم. كان في خطه مشيتوا عليها ولا خلاص اي شيء بيصير معك؟ لا احنا فجأة بالضبط، هي اي شيء خلاص بيطلع بيتصور بينحط، ما في شيء مرتب، ما في شيء محطوط. يس. لما بلشنا على السوشيال ميديا كانت فجأة انه يلا، طب انا بحب السوشيال ميديا، وانا اصلا كنت عليها من قبل، يعني من قبل ما نبلش انا وكايد بالحجر اللي صار. يوم هيك قلت له انا خلص جابل نطلع انا وياك ككوبلز على السوشيال ميديا، انه احنا حياتنا بسيطه ومبينه للكل، ويعني عندنا اصدقائنا وعندنا ناس اصلا كانوا يشوفوني على صفحتي انا. فقلت له نفتح صفحه جديده، وفعلا بدون سابق انذار رحنا وفتحنا، وامورنا تطورت كثير بسرعه. يعني انا حتى لليوم مو مصدقه انه احنا وصلنا لهيك هيك مرحله. نعم. طب شو بدي اسالكم سؤال. هلا نحن مرات ما يعني خلينا نيجي نحكي، احنا بما انه موجودين على الشاشه بحساباتنا الاشياء العائليه ما بننزلها، ليش في انتقاد؟ انا عيشتي غير عن عيشه ابراهيم، طبعا ابراهيم كان عايش احسن مني، فانا مش ممكن مثلا اتقبل هذا الشيء. كيف لما يكون في حياه زوجيه بيجي مثلا موضوع، مثلا اي موضوع، والله كايد قام رد علي ساحرت له
او مثلا او مثلا انت رديت كيف برد حتى مش عم برد. هاي المناوشات والمناكفات بتجيكم طبعا، وكيف بتمرقوها للناس بطريقه لطيفه؟ في عيال بتكون مثلا الزوج مثلا بهذا الاسلوب، في عيال الزوج له اسلوب ثاني في الحياه، صح. كيف الناس بتتقبلها؟ يعني احنا مثلا بس يوصلنا هيك مسجات انه مثلا طب كيف طالعين، طب كيف كل يوم تطلعوا، طب كيف هيك، كيف بترد علي برد علي هو بضل انه يوافق انه انتم تطلعوا كل يوم، طب كيف انت مخليه زوجك يطلعك كل يوم؟ ما بيكون طبعا عارفين، ما في مشاكل أيوة آه. ما بيكونوا عارفين انه احنا دائما ما بيكونوا عارفين احنا قبل ما بنكون متطوشين ومتهاوشين بنحب بعض بس او ما يصير واخر الليل انه طب بس اطلع درايف بالسياره، فبنشوف هاي الدرايف بس احنا خلص بنحب نعكس الصوره الايجابيه دائما وبنطلع. لا بطلع بشرح لهم بقول لهم انه احنا الحياه فيها شغل وفيها مشاكل وفيها هموم فيها كل شيء، بس احنا طلعين لكم مشان نورجيكم الصوره الايجابيه فقط لا غير. يعني بالرغم من المشاكل، هلا ما في ازواج دائما بحكي ما في اثنين كبل ما في بيناتهم مشاكل، مستحيل يعني اكيد اكيد. وايضا اذا كانت ماشيه يكون في شيء غلط طبعا، مستحيل لازم هون في سحر قالوا كيف انتم بتوصلوا حتى لو صارت معكم مشكله ممكن توصلوها للناس، ممكن تحكي لهم انه والله صار معنا كذا كذا، كان حلها بهذا الاسلوب، اعطونا حلول. يس يس ممكن لما نفتح لايفات مثلا بصيروا يسالونا مثلا صار معكم هيك موقف كيف بتحلوه كيف تعملوا، بقعد بقول لهم انه كذا كذا عادي، ممكن الواحد مره البنت تتنازل مره الشاب ممكن يتنازل، ممكن بالنقاش يعني تتفاهموا نوم هيك صح اكيد. كايد ايضا في بيتم عرض من خلال خلينا نحكي حسابكم لمشاريع وايضا مساعدات لاشخاص فتحوا مشاريعهم حابين انتم تدعموهم، مع انكم جداد الحمد لله بفتره يعني قصيره وصلتوا لرقم 105,000 متابع. هلا ممكن نكون 106 ممكن صار 106 ان شاء الله. هلا هذا الموضوع طبعا كايد من امبارح عم بيقول انه هذا اهم موضوع بدنا نحكي فيه، فرح اترك له المساحه. هو فعليا من ما بلشت سلام من يعني على السناب شات قبل الانستغرام، وهي كانت بمشاريع صغيره بهيك شغلات. هلا بس فتحنا الانستغرام يعني من احنا رقمنا صغير للعلم، في ناس كثير حابه انه تعرض شغلات، حابه مش 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 قادر توصل هاي الإشي لناس كثير، فيش يعني في ناس كل انسان له اسلوبه وكيف انه يوصل الفكره لناس معينه. منتج هذا بالضبط، هذا المنتج مش قادر يوصل الصوره لسين من الناس، فاحنا حبينا انه احنا نساعدهم بهذا الشيء. ساعدناهم كثير خاصه بفتره الكورونا هاي، انت عارف يعني اهم شيء كان فعليا السوشيال ميديا كان هي الجانب المنفذ الوحيد بالضبط لهيك شيء. والحمد لله يعني هينا شغالين معهم والحمد لله امورهم تمام، واي حدا بيطلب منا هيك شيء على طول بدون تردد، حتى لو صرنا مليون يعني رح نضلنا معاهم بهيك شغله. انا كثير حابه هذا الشيء، كثير مبسوطه انه انا عم بدعم خصيصا البنات اللي بالبيت اللي ما بيشتغلوا، والستات الربات البيوت، الشباب العاطلين عن العمل لاقيين مثل مشروع صغير مو قادرين يروجوا له او يعلنوه. فانا بالنسبه لي كثير بدعم مشاريع وبحب هذا الشيء كثير، وبحسه صارت هوايه خلص، اطلع واصور لهم واقول لهم شوفوا كذا وشوفوا كذا وشوفوا كذا، والحمد لله بنبسط لما الاقي الفيدباك انه شكرا انك مثل عملتي كذا دلتين. بحس حالي بالزبط. جد مبسوطه جد. بالاضافه بأنه كثير من المؤثرين بيعرضوا بعض المشاريع وبعض المنتجات، ولكن خلينا نحكي لأنه مدفوع لهم مصاري وبالإضافة أنه هي ما استعملوها ما بعرفوا شو هي فبالتالي أنت عم بتدلي على إشي أنت مش متأكدة منه بالضبط. لا فأهمية هذا الموضوع الشفافية هذا كثير الموضوع مهم. كثير بيجيني أوفرات أنه مثلا paid بالمقابل أطلع أحكي عن الإشي وأنا مجربته، فأنا لا أنا أصلا إشي paid لليوم، إحنا صرنا 105,000 لليوم يا دوب نقول يلا نبلش هيك إشي مع شركات كبيرة. أما المشاريع الصغيرة المنزلية إحنا نون بايد، بس بتبعت لنا مثلا المنتج أحيانا أنا برجع لهم إياه بس أجربه أو أورجيه وأعرضه أشوف الكواليتي مثلا تبعت الملابس أو إشي بورجي وبعرضه كل إشي، وأنا مثلا باخده اللي بستخدمه أو برجعه للبنوتة اللي بعتت لي الإشي من الصفحة، بس الهدف الأساسي ألمس الإشي وأشوف الماتيريال وأشوف كل إشي وأعرض للناس، أكون عندي شفافية إنه أنا هذا الإشي اللي قدامي صحيح 100% ونفس الصورة مثلا نفس المنتج ما عم بكذب هيو. وعلى فكرة أنا باخد استوريات يس استورياتي كلها بتكون مو بس واحدة مثلا يلا هيو أعرض، لا تكون مرات إنه هيو وهيك بدها بس بيكون بالضبط اللي باعت لك هذا الهدية أو باعت يعني لك هاي بيكون كل شغف وحاطه في هاي يا عن جد. أنا مع إنه كل شخص عنده لو عنده 1000 إنه يدعم
يساعد المشاريع الصغيره بالزبط. نساعد اللي انت ربنا عطاك هذا النجاح ساعد الناس عشان... لانه ربنا رح يبعث لك نجاح ثاني بشكل او باخر. نفس كلامي لا ما هو هذا الألم. الصح احنا مش صارت الماده هي يس. بتعبر عن حياتنا وصارت الناس ذكيه بشكل كثير كبير تعرف مين الموجود على السوشيال ميديا مبتذل بهدف المال ومين جد بده يقدم فكره صح. ورساله جميله نعم. مايكا يعني موضوع مهم جدا واحنا كثير مبسوطين انه قادرين من خلال حساباتكم انكم توصلوا محتوى هادف وبنفس الوقت تعرضوا لكل الاشخاص او اي ازواج او اي عيله بانه الحياه بتقدروا تمشوها بطريقه. وبارح انا شفت صراحه دخلت على الحساب ايضا كنت عم بشوف اشياء بتقدموها بطريقه بتبعث خلينا نحكي تفاؤل وسعاده لكم ايجابيه لكل الناس. كثير اهم شيء طبعا الايجابيه فعليا. اهم شيء عن جد يعني بتعكس صورة بتعكس شوفي خلي بس دقيقة نحن مرات الضغوط الموجودة حوالينا بفكرونا أنه كلنا عايشين نحن بحياة وردية صح. ما حدا عايش حياة وردية صح. إحنا مش مسلسل تركيا هاي المشكلة اللي بيواجهوها الصبايا لما يتزوج لا فيها مشاكل فيها تحديات فيها يوم تزعل يوم هو يزعل يوم دروح حبيت أهلي روحون فهاي المشكلة اللي ما عم بياخدوها الكابلز أو الناس الجداد بالزواج. نشكركم نشكر تواجدكم معنا. شو اسم صفحتكم كمان ما عملكم فولو يعملكم هلا اسم صفحتنا على الانستغرام كايد سلام فاميلي كتير بسيط بيطلع لكم اصلا اول شيء ان شاء الله وتابعونا كلكم. وبدي اقول لكم شغله اخيره لمتابعينا انه انتم عائلتنا الكبيره واحنا عم نكبر فيكم وعن جد شكرا لكل حدا دعمنا من يوم طلعنا على السوشيال ميديا وان شاء الله نكبر سوا اكثر واكثر احلى عيله وانتم احلى ناس. شكرا كثير نشكركم اشكر دعمكم اشكر دعم كايد ايضا لهي الفكره دعم الزوج جدا مهم يعني كل التحية لك. ولما تعملوا كمان لكايد ولسلام اعملوا لابراهيم جكات وكاثي فراج على الفيسبوك ممكن يكون في هناك اكونتات تانية باسم كاثي مثلا او باسم ابراهيم لا دوروا علينا احنا واعملوا لنا فولو على رح ننطق طبعا وهبة مرعي كمان خلينا نروح لهبة مرعي ونشوف عندها اخبار ولكن بعد الفاصل